بسم الله الرحمن الرحيم. وحشتوني، بقالي فترة ما عملت لكمش فيديوهات. كنت طبعا فترة فاتت مشغولة، بقى رمضان وكل سنة وانتم طيبين، والعيد واشتغلت شوية مع بنوتي، ويعني الحمد لله فضيت دلوقتي، قلت ابتدي بقى نشتغل. اول حاجة ان شاء الله هعملها معاكم الشكل ده، هو شكلي هو كبير شوية، يعني بقى هحاول اوريكم الشكل اهو. دي دايرة لوحدها، ودي مستطيل لوحده، وممسوك على عواميد. هو يتعمل تابلو، يتعمل علقة للمفاتيح، علقة للمجات، يتعمل زي اي حاجة. المهم عندي الشكل ده. هبتدي اول حاجة هعمله طبعا ان انا هدهن ابيض، هشتغل بورقة المنديل دي، هي نصين، نص كده ونص كده. انا هشتغل بالنص ده، والنص التاني ان شاء الله نبقى نشتغل بيه اي حاجة تانية. تمام، ادي الشكل. اول حاجة هعملها طبعا عشان احنا هنشتغل بالمنديل، فلازم ايه ندهن الارضية، نأسس بالابيض. تمام، وانا هشتغل بعد ما هعمل بالسفنجة علشان الفرشة ما تبانليش، تجزيعة الفرشة ما تبانش، هي مش هتبان طبعا قوي مع الشغل بالمنديل، المنديل هيداريها، بس برضو احتياطي. يعني بعد ما بعمل بالفرشة بمشي برولة بالسفنجة. هي حاليا تقريبا في المطبخ وانا في الورشة. تمام، يبقى انا هدهن، وممكن قوي ادهن كله او دي بس عشان هلزق عليها المنديل، وبعد كده تشوك بينت مشي حاله معايا. يعني مش هدهن ابيض كله لاني مش محتاجة اسس الخشب ده، هعمل تشوك بينت على طول عليه، فبالتالي التأسيس بتاعي مش ضروري غير تحت المنديل. اوكي، هدهن المنديل والزقه. طيب انا هعمل ايه؟ انا قلنا هناخد نص، وطبعا زي ما احنا عارفين مش بنقطع بالمقص علشان حركة المقص الخط المستقيم دايما بتبقى باينة، لكن لما يبقى فيه الورقة مفتلة كده او متنتفة بتدخل مع الالوان فما بتبانش. وبرضو الجنب بتاعي برضو هشيل الخط المستقيم بتاعي، ما احبش ابدا انا اشتغل وخط مستقيم يكون باين لي في الشغل، وده دايما بقوله في فيديوهات عندي، دايما بلاش تشتغل وتخلي خط مستقيم، حتى لو بنلزق صورتين مع بعض بلاش نخلي الخط المستقيم ظاهر، بيدي شكل مش حلو للشغل. خلاص، يبقى انا هعمل كده وارجع لكم. بعد ما نشف الابيض هدهن ورنيش مائي. اوكي، انا شغالة بورنيش ايه؟ اوريكو اوراتور اورا. تمام، ممكن اي نوع ورنيش عندكم تشتغلوا بيه. هظبط مكان المنديل اللي انا قطعته. تقريبا كده في النص، تقريبا امشي كده عشان اطلع الهواء وافرد المنديل. بعدين احط البلاستيك واطلع الهواء.
افرد من جوه من النص لبره كده، هيطلع الزياده وهيطلع الهواء وهيفرد لي المنجي. اراي وانا بلزق وانا بحط الكيس، الكيس هنا ما يبقاش عليه ورنيش او ما يبقاش عليه اي ماده لاصقه، لان لو عليه ماده لاصقه هيمسك لي في المنديل ويقطعه. كده تمام خلاص. بعد ما اطمنت ان الورقه لزقت حلو، هبتدي الون حوالين الصوره. عندي هنا الجزء ده اوف وايت وعندي الجزء ده بني. طيب انا عندي اصلا جاهز، عندي اوف وايت قديم اهو، هبتدي الون الجزء اللي تحت. بعد ما لونت بالفرشة بمشي بالرول. هديني تأثير حلو أحلى من الفرشة. بس خلاص كده هسيب ينشف، هعمل الجناب وفوق بالبني. هحاول افتح البني لاني انا مش عايزة اكتم الصورة او اللوحة او التابلو اللي انا بشتغل. هحاول اخلي اللون البني فاتح سنة، وممكن ادخل على الورقة بتاعتي بحيث ان انا افتحها. تمام اهو اللون بتاعي البني. بعد ما كونت اللون البني اهو، هبتدي الون الجناب وفوق. انا فتحت البني زي ما قلت لكم، مش عايزه بني محروق قوي بالمنظر ده، عشان برضو لما هاجي افتحه شويه كمان بالذهبي برضو. اخلص بالطريقه دي ونرجع مع بعض بالدق زي ما انتوا شايفين كده. ممكن بعد ما اخلص بالرولة امشي عليها.
انا دلوقتي هخلص التلوين وهسيبه ينشف، وبعد ما ينشف هوريكم خطوة هعملها. بس عندي الشريط ده بوليستر مارين، هلزقه حوالين، هدهنه ذهبي واعمله اطار حوالين الصورة، وبعدين اعتقه بالبني. هدهنه الاول ذهبي وبعدين اعتقه وبعدين الزقه. طب انا ليه هعمل كده؟ ليه هعمل كده؟ علشان انا عايزه وانا بلون وبعتق ما وسخش الورقه بتاعتي او الشغل اللي حوالين الورقه. فانا هعمل ده بالذهبي الاول وهمسح عليه بس ده هعمله واوريه لكم بده البني، الزيت البني. هخفه شويه بزيت جونسون لان هو تقيل، وبعدين بعد ما ادهن هوريكم. طيب هوريكم في ايه؟ هنا اهو، وليكن ده الشريط بتاعي. تمام، انا دهنت الذهبي، هاجي اهو ذهبي بني، وهعتق الذهبي بتاعي. انا بوريكم على السريع طبعا، بحيث ان انا هدخل البني على الغائر بتاعي اهو، انا ده اللي بوريه ان انا هعمل كده في الشريط، الشريط بتاعي. وبعدين امسح بالمنديل، هيمسح لي العالي هيخليه ذهبي، والغويط اهو بني. شايفين؟ انا هعمل كده بقى في الشريط واوريكم. خلاص، يبقى انا هدهنه ذهبي وبعدين اعتقه بالبني وبعدين الزقه بالامير او اي حاجه او شمع، بس شمع مش هينفع، لا ممكن غيره، وامسكه شويه عشان يمسك. انا بلزق بالغير عموما. اوكي، هخلص الخطوه دي واسيب ده ينشف وبعدين نرجع لكم بعد اللزقه. عايزه انا دلوقتي الون الخشب العواميد الطوليه. عندي لون الفوشيا من عند منى، وعندي لون بنفسجي اللي هما موجودين اصلا في لون الورد. ده اللي هزوق بيه او هزين بيه العواميد الطوليه. عملت اللون ده اللي هو البنفسجي مع سنه فوشيا، الاتنين مع بعض اداني درجة لون الورد تقريبا، وهو ايه اللي دهنت بيه. عشان انا زي ما قلتلكم عايزة افتح، مش عايزة اغمق خالص. تمام، هيبقى كده، هيبقى بالشكل ده لون الوردة بالظبط. يعني احاول ان انا، وطبعا اللي هي الطويلة دي اللي بالعرض عملتها بني عشان افصل بين العرض والطول. ماشي، لا وعايزة اوريكم حاجة كمان. بعد ما دهنت النشف الاوف وايت اللي تحت، عملت بالايه، بالفرشة الناشفة دراي براش بالطول كده، بالعرض قصدي، بني يديني تأثير شبه اللي موجود على الصورة نفسها.
ما يبقاش سادة. اوكي يبقى انا هخلص اللي بالطول وارجع لكم تاني. هحاول ادخل اللون الاخضر ده، هشوف هدخله فين بصراحة، لاني انا زي ما قلت لكم انا بشتغل، وبعدين الفكرة معايا بس اثناء الشغل نفسه ممكن بتختلف. اوكي اخلص التلوين وارجع لكم. كده حلو، حتى البنفسجي مع البني ماشي ماشي، يعني مش وحش. اوكي وبعدين انا هوريكم بقى، انا لسه طبعا اخر حاجة هعملها الاطار، هلزق ده كده. عندي وردتين البلدي دول، هحط واحدة هنا في النص، واحدة هنا في النص فوق، هعملها كده مثلا. اوكي وحواليها الاطار. الشكل ده تمشي ورد مع ورد يعني. اوكي بس هتبان لما تخلص خالص. وهنا لما احط دي عندي هنا كمان الشكل ده. القويمات دي احطها كده. ده هلزقه بالغيرها، هيبقى بالشكل ده، هيدي شكل ظريف ان شاء الله تبقى حلوة. ماشي انا خلاص عتقتهم وجهزتهم على اللزق، بس هما والشرايط. هبتدي الون بقى العواميد الطولية كلها وارجع لكم بعد ما اخلص. خلصت الدهان البنفسجي اهو مع البني بالشكل ده. طيب هوريكم بقى انا عملت ايه. جبت الفرشة بلون اللي هو الاخضر الفاتح قوي، ومشيت عملت كده فرشة ناشفة. اوكي اديت تمشيط خفيف قوي على البنفسجي، وبرضو مشيت على البني بحيث ان انا حابه افتح الدنيا. ما بحبش الغوامق اساسا انا. بحب الالوان المبهجه. خلاص دلوقتي هبتدي الخطوه الاخيره وهي اللزق. طيب ألزق ده الأول مثلا أهو في النص كده. عندي الغيرة يجي فيها كل الألوان اللي اشتغلت بيها، كسلت أروح أغسلها. يبقى دي الخطوة الأخيرة، إن أنا عتقت الويمات بلزق بقى. حاول على قد ما أقدر طبعا الغيرة إيه ما يجيش على الألوان بتاعتي عشان ما يغيرهاش. تمام كده أهو. هاجي هنا بقى
انتوا ايه ده، مش باينه. واو، شوف باينه دلوقتي كده، بانت اهي. هنا هحط على الحروف العاليه الغيره، عشان اعرف الزق كويس. باينه كده تمام. الزق الغيره، يبعد امسحه. هخلص بقى بقيه اللزق وارجع لكم. كده وصلنا للشكل النهائي بعد ما دهنت البنفسجي او الموف الغامق، وعملت الاي مات، لزقتها لزقه بالغير على فكره. اقرب بقى ونشوف. دي المسحه اللي هي باللون الاخضر الفاتح قوي على الموف، وادي هنا عملت ستنسل. ده كان رأي منى حبيبتي، منى سامي الفنانة الجميلة، صاحبتي وأختي وكل حاجة حلوة في حياتي. ده كان رأيها إن أنا أملأ الفراغ الأبيض بالستنسل، وعملته فعلا على ذوقها، والحمد لله النتيجة حلوة. وأدي الصورة هنا، البني مع الذهبي، وأدي التشبيحات من فوق لتحت على البوف بتاعنا. كده وصلنا للتابلو او العليقه او ايا كان بقى هتكون ايه شكلها في النهايه. المهم دي النتيجه بتاعتي بتاع الفيديو. اتمنى يا رب تعجبكم، والى اللقاء في عمل جديد ان شاء الله. باي باي.